طبعا في رمضان أنزل ثلاث كتب سماوية وليس كتاب الله فقط. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. معقول الله بعد ما يقول أنزلنا هدى يقول من الهدى؟ والفرقان. واضح في الآية أن ثلاث أمور أنزلت في رمضان: القرآن هدى للناس لكل البشرية لأنه فيه كل التشريعات، وبينات من الهدى. ما هي؟ هي الإنجيل الشريف. قال تعالى: ولقد آتينا عيسى بن مريم البينات. والإنجيل ليس فيه تشريع، إذن هو من الهدى. والفرقان، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان. فلو كان الفرقان هو القرآن الكريم كان موسى عليه السلام عنده القرآن. لذلك قوموا هذه الليلة المباركة. وأخيرا يمكن أن نقول لكم أن كل إنسان فيكم يمكن أن يعمل ليلة قدر خاصة به على مدار العام، بشرط واحد فقط: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قل ربي الله ثم استقم في المجتمع، لا تقتل لا تخرب. قال تعالى: تتنزل عليهم الملائكة، حرفي تاء، ألا تخافوا ولا تحزنوا. بليلة القدر قال تنزل تاء واحدة لأنه هي ليلة بالسنة، لكن إذا أردت أن يكون عندك ليلة قدر كل يوم، آمن بالله ثم استقم مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. ليلة أشهر فيها القرآن، وهذا الإشهار خير من ألف شهر. هو الألف شهر مو يعني ألف شهر زمني. الرسول عليه السلام معجز موسى، كل ما بعدت عن موسى بتصير غامضة عليك أكثر، يعني اللي شاف معجز موسى بيصدق أكثر منك. أي طبعا، لأنه معجزة حسية. معجزة حسية، حسية شاف. طبعا اللي شافها رح أنت هو صدق، أنت مسلم بيها. نعم صح. مع سيدي رسول الله العكس، اللي معه آمنوا تسليما وما بعده سيؤمنون تصديقا، عكس موسى تماما. وما بعده ولا ساب، شو قال له؟ والسابقون السابقون أولئك المقربون، ثلة في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. شو يعني؟ ما أدري. هلأ اللي آمنوا تسليما بالرسول، اللي معه مو معظمهم تسليم آمنوا؟ ثلة من ثلة من أو كتير. نعم. وقليلون، قال له مع الوقت، لأنه اللي بيؤمنوا تصديق رح يسلم. نعم. رح يشوفوها مثل ما آمنوا بمعجزة موسى، لأنها حسية. كل ما أنت الآخرين، كل ما بعدت. نعم. عن موسى. نعم. صار بدك تسلم بمعجزات. طيب، كل ما بعدت عن النبي عليه الصلاة والسلام بالزمان ستصدق به، صدق به أكثر. طيب الآن هي كتير مهمة في ليلة القدر المباركة بالذات. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، بسورة الدخان الآية رقم 3. فليلة القدر هي ليلة مباركة ونزل فيها القرآن، فطاقتها وطاقة القرآن متوافقة، والطاقتين تتنافران مع ضوء النهار. لذلك يتابع القرآن الكريم فيقول: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. النحل الآية رقم 2. لذلك علينا التركيز كثيرا على هذه الليلة، لأن فيها طاقتنا السنوية التي نحتاجها على مدار العام. توقيت ليلة القدر من الأرجح وشبه المؤكد أنها ليلة 27 من رمضان، وذلك للأسباب التالية: أولا، بما أنها في العشر الأواخر من رمضان كما قال صلى الله عليه وسلم، فعلينا إذن عدم إدخال 20 يوما الأولى من رمضان في الحسبان، وبدء الحساب اعتبارا من 21 رمضان وما بعد. ثانيا،
بما أنها في الوتر أي الأعداد الفردية، فهي إما ليلة الحادي والعشرين، الثالثة والعشرين، الخامسة والعشرين، أو السابعة والعشرين، أو التاسعة والعشرين من رمضان. ثالثا، إذا نظرنا لأهمية العدد سبعة في الدين الإسلامي وأخذنا هذا الرقم بعد إبعاد العشرين يوما الأولى من الحسبان، فسنصل إلى السابع بعد العشرين، أي ليلة السابع والعشرين من رمضان، والله أعلم. والشرط الأساسي أن تبدأ ليلة القدر من مكة حصرا. هنالك بعض المدن وبعض الدول يبدأ عندهم الليل قبل مكة المكرمة، فهل بدأت عندهم ليلة القدر قبل مكة المكرمة؟ الجواب لا، لأن مكة هي أم القرى، فليلة القدر تبدأ من مكة وتدور حول الكرة الأرضية هذه الليلة وتنتهي في مكة حصرا، وليس من خط التوقيت العالمي المعروف حاليا داخل المحيط. والسبب لأن مكة المكرمة في كل العالم أجمع هي أم القرى حسب ما ورد بصورة الأنعام الآية 92 وسورة الشورى الآية 7. فمن موقع مكة انتشرت الإنسانية في الأرض، والأهم ما في الأمر قوله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نذهب معكم أعزائنا إلى فاصل قصير، نتابع بعده فقرات هذه الحلقة. أهلا بكم أعزائنا من جديد. تنزلوا وتتنزلوا، حرف تاء واحد أو حرفي تاء. إن زيادة المبنى في الكلمة العربية يفيد في زيادة المعنى، لذلك فإن كلمة تتنزل أعم وأشمل في معناها من كلمة تنزل. ففي ليلة القدر قال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها، لأنها ليلة واحدة على مدار السنة. ولكن المؤمن يستطيع أن يجعل لنفسه فقط ليلة قدر خاصة به وطوال أيام السنة، لقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، في سورة فصلت الآية رقم 30. لذلك يستطيع المؤمن إذا آمن بالله ثم استقام أن يحقق ليلة قدر خاصة به وأن يدخل في مجال السعادة. تتنزل عليهم الملائكة، في ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها. لذلك المؤمن سيحول حياته إلى قمة السعادة، لأن تنزيل الملائكة يعني حسب ما ورد في الآية الكريمة: ألا تخافوا ولا تحزنوا. والإنسان إذا انتهى منه الخوف والحزن فهذه سعادة قبل سعادة الآخرة. ما هو الفرق بين الروح والأمر؟ إذا نظرنا في قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، في سورة القدر الآية رقم 4، نرى أن هذه الآية الكريمة قد جمعت ما بين الروح وبين الأمر. فالأمر هو قدرة الله الكلية، أي لا قوة إلا بالله، حسب ما ورد في سورة الكهف الآية 39. ومن هذه القوة الكلية يعطي الله سبحانه قوى جزئية أسماها الروح. لذلك نجد
الكثير من الآيات يتحدث عن ذلك بكل وضوح. مثال: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، بسورة غافر الآية 15. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، في سورة النحل الآية الثانية. أما ليلة القدر فقد ذكر فيها من كل أمر، أي فيها من كل أنواع الطاقات الملائكية السامية والإيجابية، وليس نوعا واحدا من الطاقة. التقويم القمري وليس التقويم الشمسي. التاريخ الهجري هو تاريخ توقيفي، التوقيفي هو ما جاء من الله تعالى. والشهر القمري 29 يوما أو 30 يوما لا أكثر،